دائما كنسقسي راسي كنقول علاش فيا ما كنجي من العطله كنمرض. من نهار تنين ثلاثه الاربع الخميس يوم الجمعه وانا في الفراش ماشي زعما سخانه ولا شي حاجه العيا حكيت الكراج مشي حاجه وكيحبقوا والله ما كيحبقوا الله العظيم اصاحبي دائما كنسقسي راسي كنقول شنو هو السبب فيا ما نرجع للعطله واي واحد كيرجع للعطله كيمرض عاد عرفت السبب والله العظيم عاد عرفت السبب غنمشي نقول لكم دابا شي حاجه المهم السلام عليكم كيف عاملين كلشي بخير شحال ما طلعت الافلام كان عندهم واحد السبب ما جبرت على من هضر ما نكتبش عليكم ما بقيتش نعمل اي فيديو غير هيدا وصافي مع كانت قربت العطله قلت عرفتي انا ماشي بدا شي قنوات يا خوين عندي واحد ثلاثه قنوات يا خوين بغا نهضروا عليهم ان شاء الله ماشي نبداهم عندكم ماشي يكونوا مثلا ديال الاستوديو جالس وجد لهم وداك الشيء وهاد القناه هادي واقيلا مشى نرجع اللايفات فهمتيني اللايفات وصافي نهضروا مع بعضياتنا واذا كان شي حاجه شي سفريه ولا شي حاجه على هادشي قبل من العطله مع الخدمه مع شي ظروف شخصيه كتهم ما قلت باش نمشي نجلس انا هيدا نبقى نهضر والسلام لا والو قلت خلي نمشي نعاود العطله ناوي نصور فهمتيني كالعاده ومو العطله نبداو فهمتيني وديك الساعه انا يكون عندي مثلا لي صورته في العطله يعني نعدل واحد بلاي ليست نكمل به وديك الساعه ما نعملوا لايفات ونهضروا مع بعضنا نقول في الكوزينه كنطيب المهم اللايفات وصافي نتلاقوا مع بعضنا نهضروا مع بعضنا انا عمري ما عملتها فهمتيني طبعت تليفون يا خويا باش نستعملو خف في اللايفات والله العظيم يا ربي واليوم عرفتي دائما كنقول ملي جيت العطله كنقول خصني نجلس عرفتي علاش خصني ديك الافلام اللي صورتهم انا في العطله خصني نمونطيهم الحق قبل ما نمونطيهم سي ولا بد نعمل لكم هذا الفيديو هذا بس فهموا الفكره على من طلع ديك العطله ماشي غير هيدا وصافي فهمتيني ماشي انا ما نجيب واحد حاجه جديده انا مش نقول لكم دابا شي حاجه قبل ما ننسى علاش انا كنمرض كنكون العطله كامله كندوزها كتفهم الاكتيفيتي تاع كتطلع هيدا غير كنجي ما كنعمل والو كنهود فهمتيني يعني ما عاد اكتشف بانني خصني ولا بد ديك ثلاث ايام الاخريه غير البحر غير التشماش انا ما كنجيبش التشماش فهمتيني غير ديك بحال اللي كيعملوا النصارى في الحقيقه النصارى شنو كيعملوا مقابلين الكراب لابسين ونهار كامل وما كيتشمشوا يمشيو عاود يوجدوا الماكله ولا يمشيو حسب فين مخيمين انا لا انا كتفهم با 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 كنجي لهنايا بام كتكون الاكتيفيتي مثلا 10 كتجي لهنا زيرو حيت كتجي كتبغي ترتاح الجسم ديالك كيحماق كرمات دائما والله العظيم والله العظيم دائما ولكن انا موضوع يا خويا والحمد لله عرفت السبب شنو هو انا قلت لكم هوت العطله فهمتيني صورتها وإن ما عملت واحد الحاجه جديده واحد الحاجه جديده انا كنت باقي ما عملنا شي واحد كندور على يوتيوب مغربي ونزيدكم هذا الشيء اللي صورته وصورته كيليكم باقي لا عمركم ما سمعتوا شي امور بحال هيدا عمركم ما قال لكم شي واحد الهضره هذه دائما كنسمع انا عملتكم انا صفرت عليكم انا غمرت عليكم انا خسرت عليكم الفلوس انا ما عنديش مع ديك التحراميات ومسح كابا وداك الشيء هاد الفيديوز انا اللي عدلتهم دابا في العطله واللي ماشي ان شاء الله ماشي مونطيهم وماشي نشاركو معاكم عدلتو من راسي انا بغيت ندوكيمنت وتصحيحها الله العظيم قبل ما نعدل الفيديو هذا قلت ماشي مشي فتش عليا شنو كيقولوا له باللغه العربيه ونسيت بلا ما نوقف التليفون وكل شيء المهم انا باغي نعمل شنو عملت كيفاش انا دوزت العطله ماشي انا باغي نوري بحال هذوك اللي كيمشيو دبي وشوف شوف اوتيل كيفاش عامل شوف هذاك انا كنسميه كتا الحياله والناس كيبغيو يوريو فهمتيني انا لا انا ما عملتش القضية انا صورت راسي كيفاش انا كندوز 24 ساعه
دوز 3 سيمانات، خاصة جوج سيمانات الأخاوة اللي والو كنت باقي مبوان عدل كدا كدا كدا، بحال كيف تعوض وستابيليزيت ستابيليزيت كيقولوها. المهم كيف انستاليت، الله العظيم العربية مشات لي أصاحبي. المهم كيف تعدل كل شيء، نقول لك انا بالدارجة ديال الطنجاوية كيف تعدل كل شيء وكل شيء تعوض لي. بديت كان فلوقي قسما بالله بالدقيقات، المعنى ديالها مش تشوفوا انتم ماشي افلام غرابين، يعني ما من الصباح حتى الليل حتى كتنعس عاود لا غدا عاود. بغيت انا نشوف راسي، انا كنقول لكم انا عدت هاد الافلام راسي ليلي، بغيت نشوف انا كيفاش دوزت العطله. حيت واحد المشكل عندي انا، ممكن بزاف الناس عندهم، انا بعد كده كنطلع من العطله كنسى كل شيء، كنسى كل شيء، كنسى كل شيء، كنسى فين دوز العطله، مش كنسى زعما فين دوز العطله، زعما كيفاش عامل الموطع، الاثمنه ديال داك الشيء، الطرق كنساهم، لا كنرجع كنتفكر فهمتي، وانما كنكون هنايا صافي كنسى كل شيء، كنسى كل شيء نهائيا، كنسى كل شيء. وهاد العام قررت قلت ماشي شابكم كل شيء، معاكم كل شيء، وماشي غير الحاجه مزيانه، السنه طاحت. بعد تشوفوا الدرايم، انا شابت معكم كلشي، بزاف الامور، بزاف الامور مزيانين وماشي مزيانين فهمتيني، حلوين وماشي حلوين. تايتل الدايري، يعني كيفاش كندوز انا النهار ديالي كامل. صافي عدلتهم ان شاء الله يا ربي، انا مشي نبدا هاد اليومين نبدا نمونطي. انا كنظن والو 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 100 فيديو صدق ولا تصدق، اي حاجه جات لي في بالي كنشبر التليفون بلا 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 بلا، فين ما كنت شي حاجه بانت لي شوف 24 ساعه. بعدك التاسع الخاطر اللي كان عندي زعما شابو ليدي، قسما بالله شابو ليدي. انا بعدك عمي ما شفت شي واحد، انا كنتبع، شوف كنتبع عشرات ديال اليوتيوبرز، ماشي كنتبعهم يعني كنعرفهم وداك الشيء، كنت اللي كنتبعو قلالين، وشفت الاف ديال مئات الالاف ديال لي فلوخ، كيعجبوني لي فلوخ اخي، باقي ما شفت شي واحد كيعمل ديتايز الديتايز، يعني الفكره ماشي نوصلها لك بواحد الطريقه، شنو ماشي نقول لك ماشي تعيش معايا، ماشي تعيش معايا تينا، ماشي غير انا مشيت كليت، انا مشيت ومانا، انا متشوق نشوف شنو صورت، قسما بالله متشوق متشوق. ما عرفتش شحال، انا كنقول كتا 100 فلوخ كتا، واللي فلوخ هادو ما عملتهمش مثلا هاد الفلوخ هذا وكيتسال هنايا، لا هاو ماشي وصافي، ماشي نشوف الساعة نكون مونطي واش 8 10 دقائق نقول الفيديو كيتسالى، استنى فيديو اللي باجي، ما عندوش البداية، عنده الحق النهاية ما كايناش النهاية، حتى كان توصلت في الطوموبيل وقلت لكم هاي أنا وصلت، وديك الساعة طحت، طحت في الفراش قسما بالله، طحت في الفراش واحد الطيحة كتفهم. السلام عليكم، نورمالمون ما كنتش باقي نصور، الحق باش نصور عرفتي، نهار وانا ناعس بالبارح، اليوم دابا 3 كل وحده، باش ما قدرتش نوض، ديك العيلة قلت لكم عليها هي جات لي عرفتي، العضلة الأخرية في الجسم ديالي كتحرق، هاد العيلة معروفة كتجي، خاصة اللي كنت في المخيم وكنت كتنعس معوض وكذا، واحد العيا كتفهم ما كرهتش أنا بعد، عيني مفتوحة كنسمع في الشخور ديالي، قسما بالله كنتفرج في يوتيوب وكنسمع في الشخور ديالي، عجيب أصاحبي، واحد العيا كتفهم 3 دقائق، شوف معايا 9 دقائق ما قدرش نوض، قسما بالله شوف ما قدرش نوض، عرفتي ماشي مريض، لا ماشي مريض، العيا نعست بعد واحد السوايع، انا فيقت عاود ونحل عيني بالدمع، على عيا وعلى عيا، باش نمشي لعمير باش ندوش نشوف الفيق، هادي العيا العيا سي كلشي كيحرق، كلشي كيحرق والله العظيم، آي مرحبا.
نقولوش وقيله. الحمد لله فيها خير، عرفنا السبب ان شاء الله. الاعوام اللي ما الجوده ربي يطولنا في العمر وماشي نمشيو ان شاء الله، عاون ندوزو العطله دائما ثلاث ايام الاخريه ندوزها كتفاهم، ما كنعمل والو، ما كاين لا راحه ولا شيء. للاسف انا ما كنعمل لا شيء، انا نشيط بزاف، ما كاين لا رياضه، ما كاين لا الجو ولا ما كاين لا البحور ولا شيء. وهالنتيجه فهمتيني، يعني يحاول الواحد يعملها قبل وثلاث ايام الاخريه يرتاح فيها. المهم انا هذه النصيحه كانت انا كنقول انا راسي على عيش، حيت من بعد قبل ما نهون ان شاء الله العام اللي ماجي ماشي نتفرج على الفيديوز هذا ونتفكره، حيت متاكد ماشي ننساه هذا الشيء عاود. صافي هادشي اللي كاين ان شاء الله، نتمنى يعجبكم. انا عملت لكم واحد المسلسل، ماشي عملتوك انا، عملته انا راسي الصراحه ثقال، وكنعوضكم نتوما تتفرجوا نتوما فيه. وانا متاكد واذا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوز هذا ماشي عجبكم، حيت باقي ما شفتوش شي مطايا اخو الديتايس، عقلوا الهضره هذه الديتايس. صافي الله على عقد راس فيا شكو، والله على عقد راس سخانه، ولكن اخاي ما وقفنا حتى شي واحد. دابا عاد خويت الطوموبيل قسما بالله، سيمانه على تقريبا سيمانه عاد خويت الكاروسه ديالي، خويت الطوموبيل وريشي. الدار عندي مقلوبه حيت كلشي دخلت من الدار خصك تعوض وريشي، ولكن الحمد لله بعدك في الدار، عطينا في الدار ديالك ماشي في الزنقه. كانت سخانه عرفتي، كنت لابس عليا عرقت وانا مريض. المهم شكو والله وصافي. صافي توحشت نطلع فيديوز، توحشت اللي متشوق فيها انا هو لي لايف اللي نبغى نعملهم ان شاء الله يا ربي. هاد الغرسه هادي ماشي نساليو معاها صافي، قيلها السيمانه البوكو عندنا الجو مزيون ماشي تسالا، ماشي نعدل الديكور داخل يا ربي. وصافي نبداو نعملوا اللايف تما في الكوزينه، كون كنطيب نهضر معكم كيخسر قشور حنا. المهم المهم انتم تشوفوا انا ديك القضيه ديال الديتايس انا عجبتني وجبار توحى ديالي فيها، ولكن 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 ان شاء الله يا ربي ما يجي في ثلاثه القنوات قنوات جدادين شي حاجه سبيسيال تقبيه باقي ما كاينين، باقي ما كاينين، باقي ما انا المغاربه ديالنا فهمتيني، العرب العرب عمي ما شفتو انت، انا حنا نقولوا المغاربه ديالنا باقي ما عمل شي واحد ثلاثه قنوات فكره جديده حمقى. ما تقولي علاش ثلاثه مره واحده اخاي، واخا نعمل لي فيديو في السيمانه واخاي، وهذه هوايه ديالك ما تخرجش فيديو في السيمانه نكون قناه وانا الشيطان فهمتيني، وانت هوايه هوايه خصك تعملها تقريبا يوميا فهمتيني. لي لايف يمكن نعملهم يوميا ماشي مشكل، هذا طويه ولا تيبكيك الناموس فهمتيني، خصني ندخل بحالي داخل. صافي نسالي الفيديو ديالنا هنايا ان شاء الله يا ربي. انا ماشي نبدا هذا، ماشي يكون هذا هو الفيديو الاولاني اللي نمشي نعملو في بلاي ليست، ماشي نعدل لكم واحد بلاي ليست باقي ما عرفتش شنو نسميها، العطله الصيفيه ولا اسبانيا ولا ما نعرفش شنو ما نعرفش شنو ما نعرفش شنو، وماشي تشوفوا شي حاجه. شوف انا بدا قلت الهضره انا ما نطيحش براسي، بدا قلت ماشي تشوفوا العجب المعجب قسما بالله شنو دوزت في السيمانه في هاد العطله هادي شي حاجه واو. احسن عطله دازت لي في الحياه ديالي هي هادي، وانا ماشي شاركه معكم وصورت بكل حب، حيت انا صورت انا راسي ما صورت حتى شي واحد، وانا ما كنظنش شي واحد كيبغي شي واحد كتم براسو. يعني انا عدلتها انا راسي كما باغي، يعني ما, ما ما اي حاجه بغيتها كما بغيتها انا عدلتها، وانتم مش تشوفوا النتيجه ان شاء الله يا ربي. وانا قاعد ناموس الدنيا صاحبي الله العظيم، وانا والله العظيم متشوق الى النتيجه، ولكن الحمد لله عملت هذا الفيديو هذا على ياش باش نبدا. ما تنساوش انتظروا الفيلم الاولاني هذا، هذا ماشي يكون هذا فيلم رقم زيرو، يعني قبل رقم واحد هو اللي ماجي هو انا، هو في العطله ما عرفش شنو صوت ما عرفش الحق فين بدات الدق 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 السيمانه الثانيه، وبدات الدق جوج سيمانات كثر من جوج سيمانات مش تشوفوا العجب المعجب. يلا السلام عليكم.